التعليم وتقدم في دول أمريكا الشمالية موضوع جديد ومؤتمر علمي جديد، هو المؤتمر 23 الذي يعقد داخل كلية التربية بجامعة عين شمس. ابقوا معنا وتابعونا أعزائي المشاهدين، نتعرف على هذا المؤتمر وكيف يمكن أن يقدم توصيات مختلفة لتطوير العملية التعليمية في مصر وفي عدد كبير من الدول العربية. الأستاذ الدكتور عبد الناصر محمد رشاد، أمين عام الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. دكتور عبد الناصر، طبعا النهاردة المؤتمر بيحوز إعجاب الكثير من الحاضرين، والنهاردة بيقدم المؤتمر رؤية واضحة عن العملية التعليمية قبل الجامعة وأثناء التعليم الجامعي. دعنا نتحدث بمنتهى الصراحة عن أهم المشكلات اللي بتواجه العملية التعليمية قبل الجامعة، وخصوصا أن الكم الكبير في المناهج وتحول الأسرة إلى أنها أصبحت تقدم لأبنائها كل ما يمكن أن تقدمه في سبيل أن يتعلموا أو أن ينجحوا في فصلهم الدراسي. شوف حضرتك، أنا شايف أنه أهم مشكلة في التعليم المصري في الآونة الراهنة أن التعليم المصري أو مدارس المصرية أصبحت مراكز طرد للطلاب، وأن البيوت والسنترز المراكز الخاصة التعليمية أصبحت هي بكل أسف البديل للمدارس. ومن ثم نحن في مصر نحتاج وحط تحتها مليون خط أن نحول مدارسنا إلى مدارس جاذبة. واظن ان ازاي يا فندم يتم تحويل المدارس الى مدارس كذبه؟ اظن ان الخبرات التعليميه الاجنبيه ومن اهمها في دول امريكا الشماليه وفي الولايات المتحده بصفه خاصه تجارب مهمه جدا جدا في هذا السياق. عشان كده المؤتمر الحقيقه مقدم فيه عدد كبير من البحوث والدراسات المتعلقه بالتجديدات التربويه المختلفه التي يمكن ان تجذب الطلاب مره اخرى للمدرسه وتقدم لنا خريجا متعلما في يعني صاحب شخصية متكاملة في أبعادها المعرفية والوجدانية والمهارية. دكتور عبد الناصر، اسمح لي، هناك مشكلات جامة بالنسبة لعدد كبير من الطلاب داخل المدارس، هناك أزمة حقيقية في المدرسين، المدرس لا يأخذ حقه المالي، المدرس مطلوب بمنهج طويل لا يستطيع أن يؤديه، لا يتم تدريبه بشكل كافي، الإدارة لا تنظم مع المدرس كيف يقدم حصصه الدراسية، هناك حالة من عدم النظام. الطالب يعني دائما بالهدف، الهدف هو أن يحققه وليس أن يصلح العملية أو يشارك في هذا الأمر. صحيح. عشان كده يعني كنت بكلم مع حضرتك قبل الهوى لو تتذكر أنه في الفترة في السنوات الأخيرة كان بيتردد شعار التعليم أمن قومي لمصر، ومن كثرة ترديد هذا الشعار على ما يبدو أن هذه الكثرة أفقدت هذا الشعار من محتواه. ومن هنا يعني أنا أناشد الدولة المصرية والحكومة المصرية أن نتبنى هذا الشعار، وحالة تبنينا هذا الشعار لابد أن ندرك أن التعليم هو سر النجاح وسر التقدم، ومن ثم ينبغي أن تكرس له الأولويات ويصبح هو على رأس قائمة أولويات الدولة المصرية. لأنه أنت مش ممكن تطور أي قطاع من قطاعات التعليم دون أي قطاع من قطاعات المجتمع دون التعليم. يعني سئلت مسؤولة أوروبية في فنلندا وقيل لها لماذا رفعت رواتب المعلمين إلى يعني أعلى الرواتب في الدولة، فقالت لهم وهل تسألون أن تصبحوا أصحاب مرتبات أعلى ممن علموكم؟ لأنه هو المعلم هو الأساس. عشان كده في اليابان تتردد مقولة أن المعلم ينبغي أن يتمتع بحصانة الدبلوماسي ويمتلك رواتب الوزراء. هذا المؤتمر يعني بالدراسة الكلية والفعلية لمشكلات العملية التعليمية، كيف حصد المؤتمر العديد من المشكلات وكيف ستوجه يعني نتائجه وتوصياته إلى من بالتحديد؟ هو المؤتمر في الحقيقة ليس معني في المقام الأول بحصد المشكلات، وإنما هو معني بكيفية الاستفادة من خبرات الأمريكية في تطوير التعليم المصري ومن ثم حل بعض مشكلاته. إنما
لمن توجه توصيات أو نواتج المؤتمر؟ إحنا بيشرفنا بالحضور في هذا المؤتمر عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، منها الزميلة دكتورة بثينة كشك وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وهي متقدمة ببحث للمؤتمر، وعدد آخر من قيادات الوزارة. فأظن إن هؤلاء الحضور سيكونوا يعني شعلة تحمل هذه التوصيات إلى صنع القرار، بالإضافة إلى أننا كجمعية علمية مسؤولة عن تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع كلية التربية جامعة عين شمس، مؤكد أننا سنتقدم بنواتج وتوصيات هذا المؤتمر إلى صانع القرار، عساه أن يستفيد في تطوير نظام التعليم المصري. نحن نريد أيضا أن تشارك الأسرة، أن يشارك الطالب بمفهومهم نحو العملية التعليمية، ويقولوا أهم المشكلات اللي بيعانوا منها، لأن الأسرة أصبحت تلقى على عاتقها الكثير من المسؤوليات اللي خلعتها المدرسة عن كتفها وعن عاتقها. صحيح. مؤتمر بتاعنا النهاردة إن شاء الله عن التعليم والتقدم في دول أمريكا الشمالية، ودي مؤتمرات مهمة جدا لأنها بتحاول أنها تدرس التجارب الأجنبية الناجحة، وإزاي أن احنا في ضوء التجارب ديت أن احنا نطور التعليم الخاص بينا، لأنه معروف أنه لا تقدم في أي جانب من الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية إلا إذا كان في تقدم في التعليم. التعليم هو الرافعة اللي على أساسها بيتم التقدم في جميع المحاور الأخرى. فالمؤتمرات ديت بتبقى هي طريقتنا إن احنا نوصل للمسؤولين توصيات ومقترحات لكيفية تطوير التعليم في مصر بإذن الله. محاور المؤتمر عندنا بتتناول نظم التعليم في دول أمريكا الشمالية، بتتناول سياسات التعليم في دول أمريكا الشمالية وإزاي نستفيد من هذه السياسات، في مجموعة من المحاور ومجموعة من الأبحاث اللي بتتناول هيكل التعليم، تنظيم التعليم، سياسات التعليم، أهداف التعليم، وكيفية الارتقاء بالتعليم المصري في ضوء الخبرات الأجنبية وخبرات أمريكا الشمالية بإذن الله. أنا مشارك ببحث عن إعداد المعلم الدولي في دول أمريكا الشمالية وكيفية الاستفادة منها في إعداد معلم دولي في مصر. بمعنى إيه؟ إن إحنا عندنا توسع وانتشار في التعليم الأجنبي والدولي في مصر. طيب إحنا إزاي إحنا ككليات تربية نواكب هذا التغير وهذا التوسع وهذا الانتشار في نمط من أنماط التعليم؟ بأننا نعد معلم دولي يكون مؤهل للعمل في هذه المدارس، بحيث يمتلك الكفاءات والمهارات اللازمة للعمل في مدارس دولية وأجنبية، وده برنامج من برامجنا. فالبحثنا إزاي أن احنا نبلور هذا البرنامج المقترح بإذن الله. هل هناك إدارة معينة لإدارة التعليم بتقدم العلمي؟ والله احنا يعني في جهود لتطوير التعليم وفي اجتهادات، وإحنا احنا بنحاول أنه يعني نردم الفجوة اللي بين البحث وبين المجال التنفيذي، بحيث انه ما يتم بحثه وما يتم التوصل اليه من توصيات ومقترحات ازاي تاخد مجالها الى التطبيق في مجالنا علشان نوصل الى تطوير لتعليمنا، وان شاء الله خير. يعني طبعا المؤتمرات ديت مهمة جدا، لانها جامعاتنا بتحاول يبقى فيها ملتقى مع ثقافات أخرى. يعني احنا في مؤتمر النهاردة في ضيوف لينا من جامعات أخرى ومجامعات عربية أردنية ويمنية وسعودية، فده بيبقى ملتقى فكري بنقدر يبقى فيه تحاور فكري بيننا، وده بيؤدي في الآخر إلى ارتقاء بتعليمنا وبجامعاتنا إن شاء الله. مؤتمرنا التعليم والتقدم في دول أمريكا الشمالية جاء استكمالا لسلسلة من المؤتمرات بتعقدها الجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، بتتناول فيها التعلم والتقدم في كافة دول العالم، فبناخدها بشكل قريب قارة قارة إلى أن انتهينا إلى دول أمريكا الشمالية. ليه دول أمريكا الشمالية؟ احنا بنعمل عليها سبوت وبنركز عليها لأن هي منبع التقدم والتطور، وليها نظم تعليمية ثابتة إلى حد كبير، والمهم إن احنا ننقل هذه التجارب ونستفيد منها في المجتمع المصري. عشان كده محاور المؤتمر جت متعددة،
متعدده ومتنوعه بتشمل كافه عناصر العمليه التعليميه من اداره وتمويل وتشريع وتخطيط والعنايه بالمعلم والتجارب المستحدثه في مجال التعليم المستمر وتعليم الكبار بجانب الشراكه والتنسيق بين المؤسسات الرسميه في التعليم ومؤسسات المجتمع المدني. كل هذه المحاور بيتقدم فيها اوراق بحثيه واوراق عمل مرجعيه بيكتبها اساتذه كبار في التربيه بيستفيدوا وبيدرسوا فيها الخبرات الامريكيه والكنديه وبينقلوها لمصر في يحاولوا يقولبوها في سياق مصري نقدر ان احنا نستفيد منها ناخد ما يمكن الاستفاده منه ونتلاشى القصور واوجه الضعف اللي ممكن انها تصيب المجتمع لو تم تنفيذها. المؤتمر على مدى يومين بيعقد في 8 جلسات وبنامل ان احنا ننتهي التوصيات يمكن تطبيقها على ارض الواقع من اهمها الوصول لعنوان المؤتمر القادم باذن الله علشان نقدر ان احنا نجهز له. ثانيا ان احنا نعمل شراكه بين مؤسسات الدوله زي كليه التربيه والجمعيه وخلافه من الباحثين المجتهدين ومؤسسات المجتمع المدني لتطبيق هذه الافكار على ارض الواقع. هي المؤتمرات السابقه ما كانتش على دول امريكا كانت على دول اخرى. احنا بننقل هذه التجارب بشكل عربي يمكن الاستفاده منه تم الاستفاده منها للساده الباحثين والطلبه الماجستير والدكتوراه في انهم ينقلوا هذه الخبرات ويستفيدوا منها ويبتدوا ان هم يطبقوها بشكل بسيط على ارض الواقع كل في مكانه. بالنسبه للمؤتمر والجمعيه تم الاستفاده منها في انه يعمل شراكات جديده ان يخش عندي رعاه من الشركات تهتم بمجال التعليم وتدعم البحث العلمي وتدعم المؤتمرات حرصا منها على ذلك ان يبقى في تجارب بتتم في محافظات مصر في الفقيره بتستخدم استراتيجيات وطرق ومناهج مستحدثه غير تقليديه بنستقيها من التجارب العالميه. هي دي الاوجه التطبيقيه للمؤتمرات السابقه واللي بنامل في استمرارها مع هذا المؤتمر. احنا مش بنقدر بشكل كبير جدا مثلا ان احنا ننسق ما بين المجتمع المدني ومؤسساته وبين مجتمع التعليم الرسمي النظامي، لكن في بعض التجارب الناجحه فاحنا بنحاول نستقي من هذه المؤتمرات ومن الدول الخارجيه ازاي المجتمع المدني بيسهم بشكل فعال في دعم التعليم. هل عن طريق تقديم قروض ومنح ده دلوقتي في بعض المجتمع المدني بيمارسه، هل عن طريق ان انا بعمل مدارس وسلمها، هل عن طريق ان انا بعمل نوع من التدريب المكثف والاعداد للقيادات والكوادر التعليميه اللي نازله في هذه المدارس انها تبتدي تمارس فيها العمليه التعليميه، هل ان انا بوفر المعلم القادر اللي عنده كفاءات جديده ومستحدثه وعنده قدره على الاطلاع العلمي، كل ده بيبقى بالتنسيق وبالشراكه بين كافه المؤسسات المعنيه، ده بلس ان انا باخد دعم كليه التربيه بجامعه عين شمس انها توصل هذه الخبرات للمعلم الطالب اللي موجود عندها بحيث ان هو يخرج مخرج جديد يقدر ان هو يجتاح سوق العمل سواء في المدارس الخاصة أو في المدارس الحكومية بفكر جديد يعمل على تنمية الإنسان وليس على إعداده للامتحان، وهو ده الفارق في الاستفادة من هذه المؤتمرات وغيرها. الفكرة طبعا ان تعتبر دول امريكا الشمالية من الدول الرائدة في مجال التعليم عموما وان هي ليها خصوصية لان دايما التركيز بيبقى على بعض الدول معينة، فاحنا ممكن نتعلم من الدول دي حاجات كتير ويرد على كلية التربية طبعا ان دي ممكن نقدم منها خبرات متميزة في مجال اعداد المعلم في مجال تدريب المعلم في مجال تطوير وتحسين التعليم بصفة عامة. أكيد التوصيات هتكون متعلقة بتطوير المعلم بتطوير أعداد المعلم بالتعليم بإن إحنا ناخد خبرات متميزة وخبرات ناجحة من دول أمريكا الشمالية وإن إحنا نقدر في ضوئها إن إحنا نطور ونحسن. أنا متقدمة بورقة بحثية بتتكلم عن الدمج الشامل، فكرة الدمج الشامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع الأطفال العاديين داخل نفس المؤسسة التعليمية، لأن في بعض الأحيان بيكون داخل نفس حجرة الدراسة ماشي، واخدت تجربتين انا شايف ان هم تجربتين فريدتين يعني ان هم تجربة الولايات المتحدة الامريكية والتجربة البريطانية. اخدت بمعنى يعني باكثر تحديدا اخدت مدرسة من الولايات المتحدة الامريكية ومن من بريطانيا. المدرسة حاولت ان انا اقدم فيها نموذجين مختلفين للاعاقات اللي يمكن فيها الدمج الشامل. يعني مدرسة الولايات المتحدة الامريكية بتتكلم
بتتكلم عن التوحد والأطفال اللي هم ليهم مشاكل نفسية وغير قادرين على التواصل الاجتماعي. أما مدرسة البريطانية فبتتكلم عن متلازمة داون، ودي تعتبر من أهم يعني من أحدى الإعاقات اللي بتمثل قلق للأسرة المصرية عموما. حاولت أطرح فيها الدمج بمعناه ومفهومه الحديث، لأن ما زالت الأسر بتعتبر أن وجود طفل ذوي احتياجات خاصة داخل الأسرة بيمثل عبء مادي، علشان بيحتاج لمؤسسات التربية الخاصة، بيمثل عبء نفسي على الأسرة نفسها. ولكن هنا احنا بنقدم طرح جديد بيتناول فكرة ان انا اعتبر ان الطفل المعاق او ذوي الاحتياجات هو طفل موجود داخل مجتمع ينتمي لهذا المجتمع، ما يمثلش عبء، لا عبء نفسي على المعلمين، ما يمثلش عبء نفسي على الطلاب نفسهم وتقبلهم لهذا الطفل. البحث تناول نوعين من الإجراءات الاستباقية لعملية الدمج. هو الدمج بيتكلم عموما عن الدمج داخل المؤسسة التعليمية المدرسة، مش عن التعليم الجامعي، ولكن عموما الدمج يعني أنا قدمت نوعين من الإجراءات الاستباقية داخل البحث. في إجراءات تخص عملية التعليم والتعلم، من خلالها بنقدر نتعرف على الاحتياجات التربوية لهذا الطفل، كيفية التعامل معها، إعداد المعلم، إعداد التأهيل النفسي للطلاب نفسهم لتقبل هذا الطفل المعلم معاق ما بينهم، الإعداد النفسي لأولياء الأمور، ده ما يخص التعليم والتعلم. وقدمت نوع تاني من الإجراءات الاستباقية تخص المبنى الدراسي، تخص التسهيلات، تخص دورات المياه، تخص السلالم، تخص الحجرة الدراسية نفسها والتجهيزات داخل الحجرة الدراسية، وده بيحصل فعلا. والتجربتين اللي أنا قدمتهم سواء في أمريكا أو في بريطانيا، التجربتين فعلا أقاموا فيهم الدمج ويعني توصلوا إلى نتائج جيدة من فكرة الدمج، وتغلبوا على الصعوبة اللي بيعاني منها الطفل والعزل اللي بيعاني منه الطفل وإحساسه بالعزلة عن مجتمع المحيط. أكثر من الكلفة الباهظة، يعني الموضوع مش محتاج الكلفة الباهظة اللي الناس كلها متخيلها، هي محتاجة التقبل مننا إحنا كأفراد للطفل المعاق ووجود هذا الطفل المعاق واعتباره جزء من المجتمع، لأن أصبح أعداد المعاقين في زيادة مضطردة دلوقتي، مش اعتباره عبء على مجتمعه أو عبء على أسرته. محتاج مننا أكثر من الكلفة المادية، لا الكلفة المادية بسيطة جدا جدا وممكن وسهل إن إحنا نقدمها سواء في المدرسة الحكومية أو في المدرسة الخاصة. لكن المشكلة إن إحنا كمعلمين ما بنتقبلش الأطفال دول، إحنا شايفين إن هم أصعب من إن إحنا نتعامل معاهم. لا، الناس ابتدت تتعامل معاهم، الأسرة شايفة إن الطفل ده عبء عليها، عبء نفسي، عبء مادي، بتعتبر إن هو وصمة عار وجود هذا الطفل داخل أسرته. لا، الطفل ده ممكن يكون فرد داخل مجتمع ومنتج، ممكن يكون جزء ومنتمي لمجتمعه أكتر كمان من الطفل العادي، وممكن يحقق نوصل بيه لأعلى ما تؤهله ليه قدراته ومهاراته، ممكن يحقق نتائج جيدة. قد في بعض الأحيان ممكن الطفل المعاق يتفوق على الطفل العادي في إنجازاته العلمية. مؤتمر بعنوان التعليم والتقدم في دول أمريكا الشمالية. المؤتمر بيكتسب أهميته من عنوانه مبدئيا، هو التعليم والتقدم، باعتبار أن التعليم هو وسيلة للتقدم. كمان بيكتسب أهميته من اختيار الإقليم أمريكا الشمالية، باعتباره من الدول هناك دول متقدمة في مجال التعليم بشكل عام. المؤتمر فيه محاور متعددة، فيه حوالي 8 جلسات فيها عديد من الدراسات والبحوث المرتبطة بالتعليم والتقدم. معظم الدراسات أو كلها تقريبا هي دراسات مقارنة بين مصر وبين بعض الدول المتقدمة من أجل الاستفادة من هذه الدول يعني في تطوير الواقع لمصر. البحث بتاعي هو العنوان بتاعه بيتكلم على إعداد المعلم الدولي في مصر في ضوء بعض الخبرات الأجنبية. الحقيقة احنا خدنا أمريكا الشمالية باعتبارها مجتمع متعدد الثقافات، متعدد الجنسيات، متعدد الألوان والأعراق، وبالتالي أنا هنا مش محتاج معلم تقليدي، أنا محتاج معلم دولي عنده سمات ومهارات معينة تمكنه أنه يتعامل مع التنوع الثقافي الفكري، حتى ذوي الاحتياجات الخاصة دلوقتي بيعتبروها من ضمن الفئات المتنوعة، وبالتالي أنا محتاج معلم مختلف عن المعلم التقليدي. كمان أخذنا إنجلترا باعتبارها دولة لها خبرة طويلة، خبرة قديمة في مجال إعداد المعلم الدولي. بنقارن بين الدولتين، بنحاول نستفيد من إعداد المعلم الدولي في الدولتين دول من أجل تطوير أو إعداد برامج لإعداد المعلم الدولي في مصر.
المعلم الدولي اولا مطلع بشكل مستمر، مقدر للاختلافات الموجوده بين الطلبه. زي ما قلت لحضرتك ما فيش دلوقتي او نادرا ما تلاقي مجتمع منغلق او ما فيهوش غير ثقافه واحده او فكر واحد. مجدد لمعلوماته باستمرار، متمكن من مادته العلميه، عنده متمكن من اللغات الاجنبيه على الاقل اللغه الانجليزيه، يكون ملم بالتكنولوجيا الحديثه. كل دي اهم مهارات او السمات اللي لازم تكون موجوده في المعلم الدولي. الحقيقه برامج اعداد المعلم الدولي لازم كمان هي كمان تكون متطوره. احنا عندنا في مصر مثلا برامج اعداد المعلم الدولي المعلم فقط بتكون في كليات التربيه، دي المؤسسات المنوطه بها اعداد المعلم. وبالتالي انا لازم دي توصيات البحث بقى، ان انا لازم اطور البرامج المقدمه في كليات التربيه بحيث ان هي تسهم في اعداد معلم دولي مش معلم عادي، نتيجه للتغيرات والانعكاسات العولمه وغيرها اللي اجبرت او بتفرض على المؤسسات المختلفه ان هي بشكل عام والمؤسسات التربويه بشكل خاص ان هي تعيد النظر في اعدادها للمعلمين. ودي اهم التوصيات، ان انا اعيد النظر في برامج اعداد المعلمين اللي هي لازم يكون معلم يتسم به سمات المعلم الدولي. احنا بنتكلم هنا ممكن على التنميه المهنيه للطالب المعلم في كليات التربيه، الطالب المعلم او بعد حتى ما بعد تخرجه، يعني حتى بنقسمها لقسمين الاعداد والتنميه المهنيه. التنميه المهنيه مهمه جدا بحيث ان الطالب لما يتخرج من الكليه مش بيكتفي بالمهارات اللي اكتسبها في الكليه وانما في تنميه مستمره. عندنا في مصر في الاكاديميه المهنيه للمعلمين، عندنا كليات التربيه المختلفه بتعقد دورات تدريبيه كثيره، بس النقطه في ان انا لازم اطور البرامج المقدمه للطلبه المعلمين او بعد تخرجهم، مش الفكر التقليدي ان انا مجرد برنامج تدريبي تقليدي، وانما زي ما قلت لحضرتك يكون في تكنولوجي كتيره، في لغات اجنبيه، في تمكن من المحتوى العلمي اللي بيقدمه اكتر. الحقيقه البحث العلمي هو اساس التطور في اي مجتمع. احنا هنا في مصر يعني على سبيل المثال الجمعيه المصريه للتنميه المقارنه عقدت العديد من الابحاث، يعني ده المؤتمر المؤتمرات اسف المؤتمر الرابع والعشرين هو المؤتمر السنه دي. ده نتيجه لاهتمامنا او تاكيدنا على اهميه البحث العلمي في تطوير التعليم بشكل عام، وبالتالي ده هيوضع المجتمع بشكل اكبر. يعني تمنياتك لجامعه عين الحقيقه يعني شهادتي مجروحه لان انا عضو من اعضاء كليه التربيه، بس كليه التربيه بتتكلم عن نفسها هي اقدم واعرق كليات التربيه في مصر والوطن العربي. انا افخر ان انا بكون منضم لكليه التربيه جامعه عين شمس، مشارك السنه دي في بحث المؤتمر وان شاء الله هشارك تاني. الميزه السنه دي ان الجمعيه المصريه للتنميه المقارنه بتعقد المؤتمر بالتشارك او بالمشاركه مع الكليه كليه التربيه، وده شرف للاثنين الحقيقه. فانا بدعو الباحثين بقى بشكل عام في مصر. على فكره المؤتمر مش بس يعني بيرحب بالاكاديميين اساتذه اعضاء التدريس، وانما كمان في ناس بتشتغل في الادارات التعليميه والمديريات التعليميه في مصر موجودين هنا، بالاضافه لناس من الدول العربيه، تاكيدا على اهميه المؤتمر واهميه البحث العلمي في المؤتمر. يعني إلى هنا نصل بكم أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجنا ندوات المؤتمرات التي نقلنا من خلالها هذا المؤتمر 23 السنوي الذي قدمته كلية التربية بجامعة حلوان، والذي قدم العديد من التوصيات والحلول للعملية التعليمية في مصر والدول العربية. إلى أن نلقاكم، لكم منا ألف تحية وإلى اللقاء.